الاجراءات متعودين عليها، يعني مش اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره، يعني لو ظلت محاصره بقيه السنه الناس تعودت على هذا الحكي. سكرت يعني طريق تول كرم في مداخل ثانيه على دخله تول كرم، سكرت طريق رام الله في 100 مدخل، واحنا شعب يعني زي ما تحكي ايه الشعب الجبارين، وين ما كان المبدع رام الله بده يطلع، لو بده يطلع بالطياره. يعني اجراءات قاسيه بتاثر على اقتصاد البلد، لكن يعني ان شاء الله يعني نتامل من الله تعالى انه يكون في خير. انا ارى انه الناس معنوياتها مرتفعه ومش كثير يعني سائلين او مفرقه معهم هاي الامور. بالنسبه للعقاب هذا متعودين عليه، بالانتفاضه قالوا عندنا 5 سنين يعني اغلاق نابلس، وكانت الناس تيجي من الجبال كانوا يقولوا عنا طرابوره ومش عارف ايه، ويدفعوا ثمن كبير عشان يوصلوا نابلس من الجبال. بس بنفس الوقت هو بيأثر على اقتصاد المدينة، لكن بدها الناس تتحمل لأن هذه هي النتيجة الأخيرة. احنا زي ما احنا تجار رفعنا شعارنا وسمعنا صوتنا عن طريق هاشتاك بالمال ولا بالرجال ونابلس لن تنكسر، احنا بنطالب من جميع الشخصيات المؤثرة والاعتبارية واللي لها حضورها بمدينة نابلس يفعلوا هذه الامور عشان نكون السند الحقيقي لمدينتنا. الاغلاق يهدف بداية الى خلق نوع من يعني ضرب اسفين ما بين المقاومة وبين الحاضنة المجتمعية والحاضنة الشعبية، وبالتالي يذهبوا إلى بشكل واضح إلى تعميق هذا الحصار حتى يكون هناك مطالبات بإنهاء العمليات المقاومة داخل البلد. الجانب الثاني هو بالتأكيد محاولة يعني نوع خلق من نوع البلبلة الاقتصادية وخلق نوع من التراجع الاقتصادي في المحافظة. هذا إنذار لكل المناطق الفلسطينية بأن المنطقة التي يخرج منها نوع من المقاومة يكون هذه عقوباتها وهذه الإجراءات ضدها، وبالتالي هم بيطمحوا وبيعتقدوا أنه هذا الحصار ممكن أن يؤثر على معنويات الناس على إرادتها في تحدي سياسات العدوان الإسرائيلية. لكن احنا اللي بنأكد عليه انه محافظة نابلس عصية على الكسر، المواطنين الفلسطينيين سيتعزز صمودهم وسيبقوا صامدين اكثر فاكثر. الشعب الفلسطيني يعيد التموضع الى شعب تحت الاحتلال في مقاومة محتلي، وبالتالي هذا الاستفتاء بدون اوراق الذي حصل بالامس هو استفتاء على نبض الشارع وتوجه الشارع. هناك التفاف على حول مبدأ المقاومة لعدة أسباب، من ضمنها مصداقية الشباب، البعد عن التجاذبات السياسية والانقسام السياسي الذي ينخر في الشعب الفلسطيني منذ سنوات. لذلك احنا من واجبنا كلنا كمواطنين وكمؤسسات وكحركة سياسية أن نحث الناس على التوجه إلى الطرق الرئيسية ومحاولة كسر هذا الحصار.